حياكم الله في جناح شركة الاتصالات السعودية في برشلونة. كثير من زوارنا الكرام يسمعون عن مكة والمشاعر المقدسة لكن ما يعرفون عنها. احنا من خلال برنامج الحج الافتراضي خليناهم ينتقلون افتراضيا بين المشاعر المقدسة، إضافة لأنهم يشوفون التوسعة الكبيرة لشبكتنا والمنتشرة من خلال المشاعر المقدسة. وبعد ما ينتهي من تجربتها على نظارات الأوكلس نعطيه هدية يجربها على جواله بعد ما ينزل تطبيق الحج الافتراضي. Gracias. شكرا لكم.